السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم في احسن الظروف والاحوال، ولقاكم الفيديو ديال اليوم الاثنين بصحة جيدة باذن الله. اول فيديو في الاسبوع، اليوم قررت انني نخصو لكم، نبدلو شي شويه، نخرجوا من الاجواء ديال ليزيكرون ونهضر لكم اليوم على واحد النوع من انواع لي فون دو طون اللي زوينين بزاف. الا بغيتو تعرفوا على المزايا ديال هاد الفونديشن، ليش كتصلح بشرة جافة او بشرة دهنية، كيفاش نستعملوها، كيفاش نختاروها، والثمن ديالها، بقاو معايا اخر الفيديو باش تعرفوا على هاد الاشياء كلها. رجعت معكم من جديد. اول حاجه كنعتذر على هذا الصوت اللي كاين داخل معايا وسط الفيديو، ولكن حاولت انني نتفاداه. ما من الصباح والجيران اللي حدايا بادين يعني الاشغال، كيصوبوا شي حاجه في الدار ديالهم، فما غاديش يمكن باش نسكتهم باش نصور انا الفيديو. فكنتمنى ان الصوت ما يكونش مجهد بزاف ويوصلكم وي يعني يزعجكم وانتم كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم. الوغ اليوم قررت انني ندوي لكم على كيف ما هو باين في الصوره على توليريان فون دو تان من لابوغاتوار لاغوش بوزي الغنيه، كما كنقول لكم كالعاده عن التعريف وكل شيء تقريبا كيعرف توليريان، اكيد كلكم كتعرفوها. اليوم جيت باش نهضر لكم على لينيونس اللي كاينه في توليريان، الانواع اللي كاينه في توليريان، كيفاش تعزلوا توليريان حيت فيها التقليد والاصلي، وكذلك الثمن ديالها. الوغ توليريان نورمالمون في الايام العاديه فراها كتجينا اون تريب، كيكون لومبالاج ديالها هو هذا. على فكره هاد لومبالاج اللي كنوريكم دابا وهاد توليريان اللي كنوريكم دابا راها ماشي الاصليه، فهي التقليد، وانتم كتشوفوا معايا مزيان كيفاش داير هاد التقليد، لدرجه انني انا شخصيا لهذه الخدمه ديالي فراه ما كنقدرش نميز ما بين الاصلي والتقليد. كاين اختلاف طفيف في التقليد والاصلي غادي نقول لكم. الو هانتوما كتشوفوا، لا اله الا الله، يعني هادشي كيخلع وبزاف. الو هذا التقليد نورمالمون فاش كتكونش بروموسيون في توليريان فراه كيجي هكا، حتى الاصلي كيجي هكا. الو هذا غادي نخليوه على جنب. على فكره هذا راه كيدير 30 درهم، وكاينه ناس الله يهديها اللي كتبيعو على اساس انه الاصلي ب 100-120 درهم 130 درهم على اساس انه الاصلي، والناس مسكينه اللي ما كتعرفش راه كتخدع وكتشريه، ومني كتلقاه بثمن طالع كتقول لك راه فلان او هذيك السيد او السيده راه كيطلع الثمن. الا راه اي حاجه دابا كاينه في السوق فيها التقليد، خصكم تعرفوا هذه المساله، اي حاجه في السوق راه كاين تقليد. غتقولوا لي كيفاش غادي نديروا نحميو راسنا او كيفاش نديروا ما نتغشوش، نقول لكم دائما يكون عندنا شي شخص موثوق اللي عارفينه حنايا كيخاف اللي خلقه، اللي حنا كنحطوا فيه الثقه، هذاك هو الشخص الوحيد اللي نقدو ناخذوا من عنده الحاجه بلا ما نتغشوا. اما باش غادي يعني حنا نعرفوا الاصلي من التقليد، انا قلت لكم شخصيا انا ما كنعرفش ما بين الاصلي والتقليد، ما عدا واحد الحاجه اللي كاينه. فطوليريان الاصلي فيه لينيونس ديالو او الالوان اللي فيه، فهي 10 11 13 15، هادو هما الالوان اللي في طوليريان الاصلي. نعاود 10 11 13 و 15، أربعة ديال لي نيونس. توليريان التقليد أو المزور ففيه 10 11 12 13 14 15 16، يعني هاد المسألة ردوا ليها البال حتى هي، مستحيل أن توليريان الأصلي فيه النمرة 12 وفيه النمرة 14 و 15 أو 16، مستحيل. وكما كنقول لكم كنعاود دائما نمشيو عند شي حد اللي ثقه. الوغ المساله ديال التقليد الاصلي حنا دابا تجاوزناها، ندخلو في الموضوع ديالنا. الوغ توليريان في البيت اللي كتكون مكتوبه فيه، في البيت
الوغ كتشوفوا هنا طوليغيان كوريكتور دو تان فليد، هذا صالح للناس اللي عندهم البشره جافه، الناس اللي عندها البشره جافه او مختلطه، واخا مختلطه ما يتماش بزاف الصوص عرفتي غادي وكيتكاسر بحال اللي كيدقوا عندي، فهذا صالح اليوم لو فلويد هو اللي صالح لهاد الناس اللي عندهم بشره مختلطه وديك البلاصه لا زون تي ما ميدماش بزاف، يعني ما كتبانش بانها ميدمه، فياخذوا طوليريان فلويد. الناس اللي عندهم بشره جافه ياخذوا طوليريان فلويد. الناس اللي عندهم، انا كنجيب هنا جوج ديال لي نيونس، كنجيب نيميرو 10 هانتوما كتشوفوها ايفوار، وكنجيب نيميرو 11 بيج كلير. الناس اللي هما بيضين فكياخذوا النمرة 10، الناس اللي هما بحال مايلين الصفورة او شويه صبرين فكياخذوا النمرة 11. انا غادي نوريكم هنا النمرة 11 حيت انا ديجا كان عندي، فهبطت هنايا لاباغا باش نوري الناس باش عليه يبازيو، ولا كانوا غياخذوا النمرة 10 فهي خف من هذا اللون، كانوا غياخذوا النمرة 11 فراه هي هادي. انا غنوريكم دابا النمرة 11 كيفاش لا كولور ديالها. وهنا غادي نفتح واحد القوس، كان جاني واحد التعليق فريمون ضحكني، واحد السيده في الفيديو ديال فيشي 3 زون ايكرون قالت لي ما علاش ما حليتيهش، علاش ما وريتيناش اللون، ما كايناش المصداقيه. ما عرفتش ما علاقه المصداقيه بانني نوري اللون، نتوما عارفين اي برودوي كيتحل فراه خصو يتستهلك، وانا شرحت لكم هذه المساله قبل. علاش؟ يعني الناس اللي مخلصين للقناه متتبعين للقناه فراهم عارفينني اشنو كنقول، وراهم حافظين الدرس تبارك الله وغادي معايا في الخط وفاهمين شنو كنقول. انا باش غادي نحل فيشي 3 في لاباغ وغنوريكم اللون، غنوري المتتبعين ديالي اللون وغادي يشوفوه، او حتى اللي ماشي متتبع ديالي وبغى يشوف اللون، شنو غندير انا بداك ليكرون؟ ما غاديش نديرو، ما غنقدرش نديرو، وبطبيعه الحال ما غاديش نقدر حيت ماشي ليكرون ديالي اللي كنديرو. انا ليكرون اللي كندير رانا حله وكنوريكم منه كيفاش داير، ولكن ليكرون ما انا ما كنديروش، وغنحلو يشوفوه الناس يشوفوا اللون ونعاود نسدو ونحطو في لي غيون ديالي باش نبيعو، حرام. غنتحاسب غدا يوم القيامه على هاد المساله، لان هاد المساله عارفاها ضاره وماشي صحيه، وغنادي بها الزبناء ديالي، انا ماشي لمصلحتي ادي الزبناء ديالي، لا مع نفسي ولا قدام الله ولا حتى المصلحه ديال المحل ديالي. فالانسان ملي يبغي يعلق او يهضر يعني عارف الحيثيات ديال الامور. منين يجي عندي لابوغاتوار لوريال ويجيب لي ان ايكرون ويعطيه ليا غراتوي ويقول لي هذا ايشانتيون باش اللي بغى يشوف وريه، ديك الساعه ما غاديش نستخسرو في المتتبعين ديالي والزبناء ديالي انني نوريهم اللون كيفاش داير. اما باش نشد انا واحد البرودوي اللي هو الوحيد اللي عندي انا ونحلو ونحطو في لي غايون بيعو الناس او نلوحو نخسر فيه، فكنظن ان المتتبعين ديالي اللي كيبغيوني وكيبغيو القناه ما غاديش يبغيو ليا هذه المساله، ما يبغيوها لراسهم ولا ليا. فهاد الطوليغيا اللي غنوريكم دابا فراه ديالي. الوغ انا غادي نوريكم لا كولور ديال طوليغيان الأونز كيفاش داير باش الناس اللي بغات تشريه تعرف اللون كي داير. نورمالمون ملي كنبغيو نشريو واحد الفون دو طون فين كنجربو؟ اغلب الناس كتلقاهم كيجربو هنا، هذا غلط، هذا ماشي اللون ديال الوجه ديالنا، هاد اللون هاد الجهه ديما معرضه للشمس، يعني كتكون سمراء بارابور اللون باش نبازيو عليها وناخدو عليها كيفاش غيجي فون دو طون، فراه غلط. كنبغيو نشريو فون دو طون هنا، كنجيو لهاد لابارتي وهنا فين كنحطو الفون دو طون، باسكو هذا هو اللون ديال الوجه ديالنا. واخا كيكون اللون ديال الوجه يعني شي شويه سمار بالشمس، فراه حنا كنبازيو الفون دو طون خصو يتجانس مع هاد لابارتي في لو كور ديالنا. فغادي نحلو فون دو طون وغادي نحطو واحد شويه، كنبهكم واحد المساله هو ان يعني كديروا شويه حيت هو غير شويه منه كافيه. كنجيو لهنا وكندهنوا الو هو لي زوين في لي فون دو طون ديال بارافارماسي او شي بسيداليه، ف ما كيجيش داك اللون مجير وخيب. ها انتما كتشوفوا كيفاش جا اللون،
يعني بخس ما بينش، كيعطيك واحد لي سيبومين تبان له وجه هكا الصحه ديالو مزيان بلا ما كيبين بنادم راه مجير ودير الفون دو طون. فوالا هذا هو طوليريان نيميرو 11. نعم نحط لكم واحد النقيطه باش تبازيو. فالنمره 10 فراها فاتحه على هذا شويه، يعني كتصلح الناس اللي البشره ديالهم بيضاء، وهذه كتصلح الناس اللي شي شويه سمر قمحيين كما كنقولوا. ما كيعجبنيش داك لوطارم ديال الصفرين، قمحيين يعني اللون ديال القمح، فتصلح لهم النمره 11 اللي هي هذه. كنتمنى يعني اللي تكونوا شفتوا اللون بالضبط كيفاش داير. الوغ طوليريان في البيت جا اون بروموسيون كو سوا 10 ولا 11، فهنايا عاطين معاه اون تروس، وكيجي كذلك يقدو يعطيوك معاه بروس ديال فراجو، وكاين واحد لو باك واحد اخر مابقاش ليا كيعطيوك معاه ماسكارا ديال لاروش بوزي. بالنسبه للثمن فهو ابتداء من 150 درهم، 150 درهم كتقدروا تلقاو لا غوش كونزاي طوليريان في الويك كو سوا نيمورو 10 او ال 11 او 13 او ال 15 13 و15 بالنسبه للناس اللي سمرين بزاف، انا ما كنجيبهمش حيت راكم عارفين كلشي باغي يبيض. كان هذا بالنسبه لطوليريان في الويك نيمورو طوليريان في الويك اللي هو خاص للبشره الجافه. كذلك من بعد ابتكرت لي لابوغاتوار لا غوش بوزي ابتكروا لينا طوليريان خاص للبشره الدهنيه. نتوما عارفين بان البشره الجافه دائما خاصها واحد الحاجه اللي هي شي شويه ثقيله وشي شويه عقده، والبشره يعني كتكون المركب ديال البشره الفون دو طون اللي كيكون خاص بالبشره الجافه كيكون المركب ديالو مركبات ديالو من الزيت. باغ كونطخ البشره الدهنيه فكيكونوا المركبات مائيه باش كيجي خفيف على البشره الدهنيه، وحنا عارفين بان البشره الدهنيه دائما تقريبا المسافه ديالها مفتوحه وما خصهاش شي حاجه ثقيله اللي تزيد تفاقم من الحده ديال هذوك المسام وتزيد تخرج لينا هذا لي بوان نوار وتزيد توسع لينا المسام. فابتكرت لي لابوغاتوار اوبس ابتكروا لي لابوغاتوار لا روش بوزي ابتكروا لينا طوليريان، وهاد المره موس، هذا خاص للبشره الدهنيه وليس البشره الجافه كيكون هكا. الناس اللي كيقلبوا على فون دو طون فرانشمون هذا ملي كنصوريه الناس فهائل جدا. الناس اللي عندها بشره دهنيه فتاخذ طوليريان موس ماشي فلويد، تاخذ طوليريان موس فراه زوين، كيجي في 3 نيونس اللي هما الواحد والجوج والثلاثه. ثلاثه ما كنجيبوش، انا قلت لكم الناس كتقلب صبيات ماشي سمارت. الوغ الواحد صالح بالنسبه للناس اللي عندهم بشره اللي هي بيضاء، والجوج بالنسبه للناس اللي كيكونوا قمحيين شويه هكا سمرين فكيصلح لهم النمره جوج. زوين خفيف ما كيبانش بزاف، كيغطي العيوب كيغطي يعني لي ديفو، مزيون بزاف 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 عاد، فيه واحد الانديس دو بروتيكسيون فحالو فحال الفلويد. هذا فيه اس بي اف 20 ولو فلويد فيه اس بي اف 25، ولكن كما قلت لواحد السيده جات عندي البارح للباغا كانت غتاخذ غير طوليريان بوحديتو، قلت ليها بالنسبه للاس بي اف 25 فراه ما كافيكش دابا في الوقيته ديال الصيف، يقدر يكفيك في الوقيته ديال الشتاء، ولكن الوقيته الصيف راه ما كافيكش فضروري انك تزيدي معاه ليكرون. يعني بالنسبه للناس اللي كيشوفوا فيه هاد لانديز دو بروتيكسيون كيشوفوا في كو في الفلويد او في لاموس وكيقول لك صافي راه غناخذ فون دو طون وفيه ليكرون، ففصل الصيف راه ما كافيهمش مره، ضروري ضروري انهم يزيدوا معاه ليكرون بعكس فصل الشتاء. فالاس بي اف 20 ولا اس بي اف 25 فراهم كافيين حيت الشمس ديال الشتاء راكم كتعرفوا ما كتكونش يعني كثيره بزاف وقاصحه، اغلب الوقت كيكون الشتاء وكيكون الجو البارد، فراه كافي جدا فصل الشتاء بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الفون دو طون فصل الشتاء. اما فصل الصيف فراه غير كافي بوحدو مره مره، ضروري من اننا نزيدو معاه ان ايكرون، ولا اللي ما بغاش فراه كياخذ واحد ليكرون اللي هو تنتي.
كنتمنى انني ما نقولش لكم الثمن ديال لاموس طوليغيان موس، فراها كتكون ابتداء من 170 درهم زيد 20 درهم على طوليغيان فلويد. كنصحكم بهاد لي فون دو تان، واخا انا ما يعني ما كيعجبنيش نصح في الفون دو تان، كيعجبني الانسان دائما على طبيعته، ولكن مره بنادم كيبغي غادي لشي بلاصه خدمه، عندي شي اونتروتيان شي كونكور شي حاجه شي عرس شي اي حاجه اي ظرفيه او اي مناسبه، باغا غير في الدار يفرح براسو، راه ضروري ما غادي يبغي يبدل الجو، فما يمكنش ليا نمنع على الناس انهم ما ياخذوش لي فون دو تان. فمره علاش لا، غير هو اللي ننصحكم به، الناس ملي يدير الفون دو تان ديالها وتجي زعما تنعس الليل، فضروري انها تغسل الوجه ديالها عاد غادي تنعس، ما يبقاش نهائيا المكياج في الوجه. هذه المساله دائما كنقولها لكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه عفوا. ما تنساوش هاد الدقان برزطني وخلاني نقول حتى شي حاجه، الفيديو ما حلاش غادي نحطو بهاد الدقان. كنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه، تهلاو في راسكم بزاف، ما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليو ليا ارائكم وتعليقاتكم على صفحتي الانستغرام كومبوتي تيفي اوفيسيال. كنضرب لكم موعد يوم الاربعاء ان شاء الله في فيديو جديد وموعد جديد باذن الله. إلى اللقاء أحبتي في الله.